هل هنا في اي مخالفه تسبق الهدف؟ وهنا هنقف شويه بقى ونتكلم في الماده 12 اللي هي مخالفات لمس الكره بالايد. بنقول يا كابتن هنا من خلال قناه الاهلي دايما بنشرح ان هدف اسامه ابو علي البعض يسال هو الفار جاب الحكم ليه ولغى الهدف ليه؟ هنلاحظ هنا ان هنا القانون بيقول ايه؟ ان لا يجب ابدا على اللاعب ان هو يسجل هدف في مرمى المنافس مباشره من لمس الكره سواء كان لمس متعمد او غير متعمد او غير متعمد. تمام، يعني طالما انت بتلعبها مباشره اي لمس ليك في الكره هنا لابد انك انت تلغي. هنا القلاوي طبعا اشار باستمرار اللاعب واحتسب المخالفه، اعتسب بهدف، وهنا بنشوف هنا الوضع اليد مش دي اللي جايه بقى اللقطه اللي بعديها هتلاقي هنا الكره هتقف هنا بس السنه ديت هنا في لمسه الكره بالايد، وبالتالي تبقى ان الماده 12 هنا تم استدعاء الحكم من الفار صحيح رجع ما خدش ثواني ورجع لغى الهدف، وده المطلوب بالنسبه لتقنيه الفار. حتى هو تلاقيه هادي النهارده، الحكم هادي جدا يا كابتن. النادي الاهلي النهارده بيتلغي له هدف، بس عاوز اشوف سلوك اللعيبه يا كابتن. ما حدش جري على الحكم ولا قال له انا هشوف الفار او قال له راجع او هنا سلوك متميز قوي، تعاون جيد جدا بين اللاعبين داخل ميدان اللعب مع الحكم هنا النهارده، ادوا ايضا الى نجاح المباراه. نشوف الحاله اللي بعد كده كلها حاجات ايجابيه.